يزعم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنه ناضل طوال 15 سنة لإقرار التدقيق الجنائي وأنه مستمر في مكافحة الفساد والمفسدين في الدولة اللبنانية. اقتلوني سياسيا واقتلوني معنويا وما بدي أعمل رئيس جمهورية، بس بدنا نحارب الفساد. من ينظر إلى أسلوب حياة باسيل يتمنى لو كان مكانه ويتعرض للقتل السياسي والاغتيال المعنوي نفسه، حيث تغاضى رئيس التيار عن الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني وقفز عن الانهيار الحاصل واستقل طائرة خاصة مع عائلته متوجها إلى اليونان يوم الخميس الفائت لقضاء إجازة على متن يخت أحد الأصدقاء. فمن أين له كل هذا؟ How did you get here? How did I get here? Did you take a private plane? I came simply on my own expenses. On your own expenses? Yes. I know rumors and lies circulate always on issues like this, but I'm used to this, and this is the reality. On my own expenses. Don't ministers make about $5,000 a month? You know, how does one charter a plane on $5,000 a month? Not one Lebanese lira on the expense of the Lebanese treasury. Very simple. So this is family money? No, this was offered to me. You know, يمكن لباسيل أن يبرر أن هذه الرحلة تقدمة من صديق، لكن من يعرف بأموره يعلم أنه عادة هو من يستأجر الطائرة بواسطة أحد رجاله، وذلك للتحايل على العقوبات الأمريكية وحتى لا يظهر أنه صاحب هذه الأموال الطائلة، هذا إضافة إلى خشيته من رد فعل المسافرين على متن الطيران العام وما يمكن أن يتعرض له من إهانات وشتائم. لذلك ووفق المعلومات توجه باسيل إلى اليونان على متن طائرات VPBCL الخاصة الخميس عند الساعة 9 صباحا، وتعود ملكية الطائرة إلى شركة CCC أي شركة اتحاد المقاولين ومقرها في أثينا. وعند البحث لوحظ أن هذه الشركة كانت من أولى الشركات الراعية لنشاطات وزارة الطاقة أثناء تولي باسيل شؤون عام 2011. You know, I was invited here. We're not allowed to have friends like that when you're in government. You think? No. We're not either, unfortunately. في الإعادة إفادة، قد يعتبر باسيل أنه لم يعد وزيرا ويمكنه قبول الهدايا، لكنه لا يزال ممثلا بوزراء وتقع وزارات تحت سلطته السياسية، لذا فإن قبوله الهدايا يعد فسادا ويتطلب أيضا تدقيقا جنائيا، حينها فقط يكون مكافحا حقيقيا للفساد.